أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحكم لله العلي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن الملك اليوم
فقد استمعنا الى فضيلة القارئ الشيخ محمود البطاني، كما نستمع الى فضيلة القارئ الشيخ السيد بنت الهضبي القرية الموجودة مركز ومدينة تيل بارود ومحافظة البحيرة. نسأل الله له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع.